بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاترة؟ ان شاء الله ده تاني فيديو لشرح سلايدز موديول الاندوكراين. طيب في الفيديو اللي فات خدنا اول 5 سلايدز دول، ان شاء الله الفيديو ده هناخد الخمسة الباقيين. طيب الخمسة الباقيين هما البابيلاري كارسينوما اوف ثايرويد، والكرونيك بريست ابسس، والجاينيكوماستيا، والماماري دكت اكتيزيا، واخيرا الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. تمام، اول شريحه معانا ان شاء الله شريحه البابيلاري كارسينوما اوف ثايرويد. طيب اول حاجه سيكشن ان ثايرويد، تمام، دي اللي قلنا بنكتبها اول حاجه. طيب بعد كده انا عندي دي اسمها بابيلاري كارسينوما، كارسينوما يبقى انا هتكلم عن تيومر. طيب التيومر ده له وصفين او كلمتين رئيسيتين، ان هو بابيلي فورم، يعني تمام بابيلي فورم تيومر ماس، يعني بيعمل شكل بابيلي، وكمان ان هو بيوكيوباي سيستيك سبيس. يعني قبل كده قبل ما التيومر ده يجي كانت الثايرويد عباره عن سيستيك سبيسز، فهو عمل لها انفلتريشن فعمل لها اوكيوبيشن. تمام، طيب يبقى اول حاجه التيومر بتاعي بابيلي فورم ان باترن واوكيوباي سيستيك سبيس. تمام، طيب بعد كده بابيلاري كارسينوما بابيلاري، انا عايزه ابتدي بقى اوصف البابيلي دي. قال لك اي بابيلي في الدنيا معموله من كور وكفرنج ابيثيليوم. تمام، طيب الكور بتاعي فايبروفاسكولار كونكتيف تيشو كور عادي خالص زي اي كور في الدنيا، لكن المميز عندي هنا الكفرنج ابيثيليوم. طيب الكفرنج ابيثيليوم بتاعي ايه؟ هو مالجنانت سيلز، بس تعالوا ما نوصفها كده مع بعض. اول حاجه المالجنانت سيلز دي شكلها ايه؟ شكلها كيوبويدال سيلز. قالك الكيوبويدال سيلز دي يا اما تعملك سنجل او مالتيبل لايرز. تمام، بعد كده نوصف بقى المالجنان سيلز زي اي مالجنان سيلز بنوصفها في اي سلايد. نقول بقى ان هي يعني بوليمورفيك وانكريز نيوكليير سيتوبلازميك ريشيو، وان طبعا هو قصده سمول اماونت هنا من السيتوبلازم اللي هو انكريز النيوكليير سيتوبلازميك ريشيو. ولكن اهم حاجه ما ننساهاش شكل النيوكليوس مميز جدا جدا جدا، اللي هو ايه بقى؟ قال لك اللي هو الامبتي ابييرنس او الجراوند جلاس نيوكليوي. النيوكليوي دي بتبقى عامله زي الازاز المطرب كده، وقصده بالجراوند جلاس، جراوند جلاس دي يعني زي ما يكون ازاز مطرب كده. تمام، يعني زجاج غير نقي. تمام، طيب يبقى دي اهم حاجه في الايه، في وصف المالجنان سيلز. طيب بعد كده هنقول زي اي مالجنانت تيومر ان الاستروما فيها ارياس من الهيمروج والنكروزس. تمام، طيب يبقى الدايجنوزس بتاعي ايه؟ بابيلاري كارسينوم. طيب تعالوا نعيد السلايد بسرعه كده. اول حاجه سيكشن ان الثايرويد، قال لك شو تيومر ماس، التيومر ماس دي بابيلي فورم، يعني هاف بابيلي فورم ابييرنس وي اوكيوباي سيستيك ايه سبيس، وعرفنا يعني ايه اوكيوباي سيستيك سبيس دي. بعد كده هبتدي اوصف البابيلي بتاعتي. البابيلي بتاعتي زي اي بابيلي في الدنيا معموله من كونكتيف تيشو كور وكفرنج ابيثيليوم. الكونكتيف تيشو كور زي اي بابيلي في الدنيا فايبروفاسكولار كونكتيف تيشو كور. طيب الكفرنج ابيثيليوم بتاعي هو مالجنانت سيلز. طيب ابتدي بقى اوصف المالجنانت سيلز. اول حاجه المالجنانت سيلز دي عامله لي سنجل او مالتيبل لايرز. طيب ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه انها كيوبويدال سيلز. تمام، تالت حاجه ابتدي اوصف بقى الوصف الطبيعي بتاعي مالجنانت سيلز، ولكن ما انساش الايه الامبتي او الجراوند جلاس نيوكليوي. تمام، طيب بعد كده عندنا ايه؟ الاستروما شو ايرياز من الهيموريج والنكروز. تمام، دايجنوزس بابيلاري كارسينوما اوف ثايرويد. تمام، دي السلايد بتاعت البابيلاري كارسينوما اللي نزلت في السكشن. طيب زي ما احنا شايفين هنا ادي البابيلي فورم اهي. تمام، ادي البابيلي اهي. طب البابيلي دي هي عباره عن بروجكشن كده المفروض زي الصوابع، فاحنا لما قطعنا الصوابع دي وبصينا عليها من فوق ادتك الشكل اللي هو زي ما يكون دوائر دي. تمام، عشان لو يعني حد مش عارف القطعه جت ازاي، ادي البابيلي فورم اهي وبينها ايه الكونكتيف تيشو اللي هو الفاسكولار برضو. تمام، وطبعا الصوره هنا مش يعني مش موضحه قوي الكور والمالجنان سيلز، ولكن واضح قوي فيها الايه البابيلي ابييرنس. طيب انا اعرف السلايد دي ازاي اساسا؟ سلايد البابيلاري كارسينوما انت المفروض هتلاقي جزء نورمال هنا، يعني انتوا خدتوا بالكم كده في جزء نورمال هنا اهو، ثايرويد عادي ثايرويد فوليكل خالص. دي اللي هتعرف منها الشريحه. اول حاجه دي هتعرفك انك في ثايرويد، بعد كده البابيلي فورم ده هو اللي هيعرفك ايه ان دي عباره عن بابيلاري كارسينوما اوف الثايرويد.
تمام. طيب الدايجنوزس بتاعنا ايه؟ الدايجنوزس بتاعي بابيلاري كارسينوما اوف الثايرويد. تمام يا دكاتره، كده يبقى خلصنا كل شرايح الثايرويد. هنقول كده تجميعه بسيطه عشان ما نلخبطش فيهم. طيب السلايد بتاعت المالتي نوديولار كولويد جويتر هشوف فيها المنظر ده بالظبط. نوديول تمام، مالتيبل نوديولز ومفصوله بايه؟ بكونكتيف تيشو زي ما شرحناها في الفيديو اللي قبل كده. تمام، وادي عندي الفاريبل سايزد وشيبد اللي هي الثايرويد فوليكل. يبقى انا هلاقي عندي مالتيبل نوديول وهلاقي ثايرويد فوليكل، وهتبقى واضحه قوي انها ديستندد بالكولويد. تمام، طيب دي اول حاجه اللي هي الايه، المالتي نوديولار كولويد جويتر. تاني سلايد معانا اللي هي الفوليكولار ادينوما. طيب الفوليكولار ادينوما انت هتعرفها بشكل رئيسي جدا من الجزء النورمال اللي هنا والكبسول اللي هتبقى واضحه قوي قوي، يعني الكبسول بتاعتها واضحه جدا جدا، وهتلاقي برضو هنا الثايرويد فوليكل بتاعتك هتبقى برضو فيها كولويد، وهتلاقي الابيثيليوم بتاعها مش هيبقى واضح قوي. تمام، يبقى انا هعرف الشريحه دي من ايه؟ هعرف اول حاجه ان انا هلاقي عندي نورمال ثايرويد تيشو، هلاقي الكبسول بتاعتي واضحه جدا، وهلاقي عندي الادينوما فوقيها كده بالظبط. تمام، طيب شريحه الهاشيموتو ثايرويدايتس دي بتتعرف من الليمفويد فوليكل، دي لو شفتها باللو ماجنيفيكيشن هتبقى واضحه جدا. يعني الاحسن ان انتم ما تكبروش في الامتحان عشان ما تتلخبطوش، انتم باللو ماجنيفيكيشن خالص هيبان لكم بالظبط حاجات زي دي كده بالظبط، اللي هو الليمفويد فوليكل مع الاكتيف جيرمينال سنتر. وبرده بالمناسبه دول تقدروا تشوفوهم برده باللو باور، تمام، هيبقوا اوضح قوي باللو باور. تمام، طيب بعد كده البابيلاري كارسينوما اوف ثايرويد، احنا قلنا ان هيبقى عندنا نورمال ثايرويد تيشو وهلاقي عندي البابيلاري باترن بتاعتي. تمام، تمام. تاني سلايد معانا ان شاء الله سلايد الكرونيك بريست ابسس. طيب اول حاجه هنقول سيكشن ان بريست. تمام، طيب انا الحاجه الرئيسيه اللي هتكلم عليها هنا كافيتي. تمام، لانه من اسمه بريست ابسس فانا هتكلم عن كافيتي. طيب الكافيتي ده هوصف فيه ايه؟ اول حاجه هوصف الكونتنت بتاعته وهوصف الايه، الوول بتاعه. طيب يبقى انا عرفت ان انا في السلايد دي هتكلم عن كافيتي، اوصف الكونتنت واوصف الايه، الوول بتاعه. طيب الكافيتي بتاعي مليان سيلولار ديبرس، يعني ايه؟ بقايا بقى المعركه اللي حصلت بين البكتيريا والايه، والبوليمورفس. تمام، طيب ايه وصف بقى السيلولار ديبرس ده؟ ان هو جرانيولر بينك نيكروتيك تيشو زي ما احنا شايفين هنا كده، هو مش واضح قوي في الصوره بس لو بصيتوا في الكتاب عندكم هتلاقوا كده جزء هنا في سيلولار ديبرس كده. تمام، طيب بعد كده الكافيتي بقى اتكلم عن الوول بتاعه. الوول بتاعه ايه؟ ثيك فايبرس وول. طيب الثيك فايبرس وول ده اللي هو اللي بيحوط بيه كده جه منين؟ قال لك جه من الفايبروبلاستيك بروليفريشن. تمام، طيب يبقى انا عندي وصفت الوول بتاعي ان هو ثيك فايبرس وول ومعمول من ايه؟ من الفايبروبلاستيك بروليفريشن. طيب بعد كده الفايبرس وول هيشو دنس كرونيك انفلاماتوري سيلز. طب يا ترى الكرونيك انفلاماتوري سيلز دي جت منين؟ اول حاجه لما حصل السيلولار ديبرس زي ما احنا عارفين جت الفايبر بلاست وحوطت وعملت عملت بروليفريشن فعملت لك الثيك فايبرس وول. فجت الدنس كرونيك انفلاماتوري سيلز لقت حاجه غريبه، لقت الفايبر بلاست متجمعين هنا. ايه يا جماعه في ايه؟ لا ده احنا عندنا بكتيريا عماله تحارب هنا وعندنا سيلولار نيكروزز ويعني يعني في سيلولار ديبرس. فجت هي كمان بقت ايه، شاركت في الوول. يبقى انا عندي الوول بتاعي مكون من ايه، الثيك فايبرس وول ده نتيجه الفايبروبلاستيك بروليفريشن وفي كمان دنس كرونيك انفلاماتوري سيلز. طيب اي كرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هما مين؟ الليمفوسايت والبلازما سيلز والماكروفاجز. تمام، طيب يبقى نعيد بسرعه كده، الدايجنوز بتاعي ايه؟ كرونيك بريست ابسس. طيب كومنت سيكشن ان البريست هيشو كافيتي. الكافيتي ده هتكلم على ايه؟ هتكلم عن الكونتنت بتاعته وهتكلم عن الايه، عن الوول. طيب الكونتنت بتاعته سيلولار ديبرس، ايه وصفها؟ انها جرانيولار بينك نيكروتيك تيشو. تمام، بعد كده سراوندد ايه، بالوول بقى اللي هو ثيك فايبرس وول. طب الثيك فايبرس وول ده جه منين؟ جه من الفايبروبلاستيك بروليفريشن. مش بس الفايبروبلاستيك بروليفريشن، الوول في حاجتين، في فايبروبلاستيك بروليفريشن وفي دنس كرونيك انفلاماتوري سيلز. طبعا الدنس كرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هم الليمفوسايت والبلازما سيلز والماكروفاجز، والدايجنوز كرونيك بريست ابسس. ديت شريحه الكرونيك بريست ابسس بتاعت السكشن، ادي الابسس عندنا اهو.
طيب الابسس طبعا زي ما احنا شايفين، ادي البينك نيكروتيك تيشو واضح قوي، وادي الثيك فايبرس وول بتاعه، والكرونيك انفلاماتوري سيل زي مشاركه في الوول بتاعه. تمام. طيب دي سلايد تانية دكاتره الكرونيك بريست ابسس. عندنا ادي الابسس اهو، تمام. لو كبرنا عليه كده هنلاقي ايه، ادي النيكروتيك ماتيريال، دي كله كده النيكروتيك ماتيريال، وادي الفايبرس وول بتاعه، وفي كرونيك انفلاماتوري سيلز بس مش واضحه قوي هنا. تمام. يبقى دي شريحه الايه، الكرونيك بريست ابسس. في الاخر هنقول تجميعه يعني السلايدات البريست عشان نعرف نفرقهم عن بعض. تمام. تمام يا دكاتره. تالت سلايد ان شاء الله معانا سلايد الجاينيكوماستيا. طيب اول حاجه سيكشن ان، ما ننساش كلمه ميل بريست. تمام. لان الجاينيكوماستيا احنا عارفين انها ما بتجيش الا في الميل بس. تمام. طيب يبقى اول حاجه ناخد بالنا منها في سيكشن ان، ان نقول ميل بريست. طيب بعد كده هتكلم عن تلات عناوين، عن اللوبيولار اركيتكتشر. تمام. اللوبيولار اركيتكتشر كله على بعضه كده يعني، وهتكلم عن الضغط، وهتكلم عن الضغط، وهتكلم عن الايه، عن الستروم. طيب اول حاجه اللوبيولار اركيتكتشر بيقول لك لوس اوف اللوبيولار ستراكشر او اركيتكتشر. طب يعني ايه؟ قال لك يعني ما بقتش عارف ان دي مثلا لوبيولا ودي لوبيولا، لا ده خلاص كله ساح في بعضه، السلايد كلها ساحت في بعضها، ما بقاش عندك لوبيولز وبينهم الكونكتيف تيشو اللي بيفصلهم. تمام. طيب بعد كده هنتكلم عن الدكتس. طيب الدكتس انا هتكلم فيها عن حاجتين، اول حاجه انها هي كشكل كده عام irregularly distributed، يعني هتلاقيها مش موجودين بمسافات منتظمه زي السلايد النورمال بتاعه البريست، لا ده انت هتلاقي مثلا كل فين وفين واحده، يعني مثلا شوفوا هنا في واحده اهي وفي واحده لازقه فيها هنا، بعدين بينهم مسافه كبيره قوي وادي ثلاثه لازقين في بعض، بعدين مسافه صغيره وواحد وضغط لوحدها هنا اهي، يعني دوت قصده بالايه، بالريجولار ديستريبيوشن بتاع الضغط. يبقى دي اول حاجه هنقولها، ان في الريجولار ديستريبيوشن للضغط. طيب بعد كده هتكلم عن الابيثيليوم والمايو ابيثيليال سيلز. المايو ابيثيليال سيلز يا دكاتره دي اللي بتبقى بره الابيثيليوم، اللي بتساعد انه يحصل سكويز للايه، للكونتنت بتاعت الضغط. تمام. طيب يبقى الابيثيليوم بتاعي والمايو ابيثيليال سيلز هشوف فيهم ايه، هشوف فيهم فاريبل ديجري من الهايبربليزيا، فاريبل ديجري من الهايبربليزيا بليزيا. يبقى دي حاجة ممكن اشوفها. طيب بيقول لك بعض السيلز ممكن تشو ايه، قال لك الابيثيليال سيلز بعضهم ممكن يشو سم اتيبيا مع هايبر كروماتيك نيوكليوي، كأنها ايه، قلبت تيومر. تمام. يبقى اول حاجة اتكلمنا عنها سيكشن الميل بريست، اتكلمنا بعد كده عن اللوبيولار اركيتكتشر، اتكلمت عن الضغط، وصفت انهم الريجولارلي ديستريبيوتد، بعد كده اتكلمت عن الابيثيليال والمايو ابيثيليال سيلز انهم فيهم فاريبل ديجري من الهايبربليزيا، او بعض الابيثيليال سيلز ممكن تشو سم اتيبيا مع هايبر كروماتيك نيوكليوي. تمام. طيب يبقى انا كده خلصت كلام عن الضغط. طيب بعد كده هتكلم بقى عن الاستروما. تمام. الاستروما هشوف فيها ايه، هشوف فيها اربع حاجات. اول حاجه بروليفريشن للكونكتيف تيشو، زي ما احنا شايفين الشريحه مليانه فايبرس كونكتيف تيشو، هلاقي بروميننت فيزلز، هي مش واضحه قوي هنا ولكن يعني مثلا زي دي كده. تمام. بعد كده هشوف اديما، برضو الاديما دي اللي هي اللي بتبقى سائل بيبقى خفيف كده، بيبقى ورا الايه، في الخلفيه نفسها، يعني هتلاقي الخلفيه كده فيها زي ما يكون حاجه بهت كده فاتحه كده في الخلفيه. تمام. طيب بعد كده هنلاقي كمان مونو نيوكليير سيل انفلتريشن، طبعا هي مش باينه هنا قوي. طيب الدايجنوز بتاع ايه، جاينيكوماستي. طيب تعالوا نعيد السلايد بسرعه. اول حاجه دي سيكشن في الميل بريست، قلت هتكلم عن ثلاث عناوين، الاركيتكتشر الضغط والستروم. طيب اول حاجه لوس اوف اللوبيولار ستراكشر او اركيتكتشر. طيب بعد كده الضغط هقول فيها حاجتين، انها irregularly distributed والابيثيليوم والمايو ابيثيليال سيلز بتاعها شو variable degree من الهايبربليزيا، وبعضهم ممكن يشو اتيبيا مع ايه، هايبركروماتيك نيوكليوي. انا كده اتكلمت عن الضغط، ابتدي اتكلم عن الستروما. الستروما عندي اربع عناوين، هشوف proliferation للوس كونكتيف تيشو، تمام، around الضغط طبعا، هشوف ايه كمان، هشوف prominent vessels، تمام، وي هلاقي إديمة، وكمان هلاقي مونو نيوكليير سيل انفلتريت، دايجنوز جاينيكوماستيا. طيب يا دكاتره دي السلايد بتاعه الجاينيكوماستيا اللي موجوده في السكشن. طيب زي ما احنا شايفين ادي الضغط ريجولارلي ديستريبيوتد، مش بشكل منتظم خالص، يعني كل فين وفين تلاقي واحده. تمام. ادي الفايبرس ستروما
فايبرس قوي باينه اهي، تمام. وادي هنا شوف في جزء ابيض اهو، او يعني مش ابيض، جزء خفيف شويه في اللون عن اللون ده، ده معناه ان في اديمه، تمام. طيب برضو هنلاقي الفيزلز اهي ابتدت تبقى برومينانت شويه، تمام. بس يبقى دي الحاجات المميزه، تمام. دي شكل تاني للسلايد بتاعت الجاينيكو ماستيا، سلايد تانية. طيب بصوا زي ما انتم شايفين هنا الضغط، شوفوا يعني irregularly distributed خالص اهي، يعني شوفوا كل فين وفين تلاقوا ضغط. وادي الاستروما بتاعتي اهي فايبرس وفيها اديمة وفيها شوية infiltration بالمونو نيوكليير سيلز. هي اهم علامة يعني ان انتوا هتلاقوا الضغط كل فين وفين، وهتلاقوها مش منتظمة في الترتيب بتاعها. دي العلامة المميزة بتاعت الجاينيكو ماستيا، تمام. تمام. رابع سلايد معانا ان شاء الله سلايد الماماري دكت اكتيزيا. طيب اول حاجه سيكشن اند بريست. طيب الماماري دكت اكتيزيا انا هتكلم فيها على ايه؟ اول حاجه اللوبيولار اركيتكتشر بتاعي، اتكلم عن الدكت، اتكلم عن الستروما. طيب اول حاجه بيقول لك ايه؟ ان البريست شو بريزرفت لوبيولار اركيتكتشر، يعني حافظت على الايه، على شكل اللوبيول والكونكتيف تيشو اللي بينها، يعني الشكل بتاعي النورمال بتاع البريست موجود، تمام. بعد كده الضغط بيقول لك ايه بقى؟ قال لك الضغط فيها حاجتين مميزين. اول حاجه او حاجه يعني مميزه انها irregularly dilated، تمام، زي ما احنا شايفين dilated مش بشكل منتظم اهي، irregular dilated، ادي اول حاجه. طيب الاستروما بتاعتها شو ايه بقى؟ قال لك الاستروما هيبقى فيها chronic non specific inflammatory cells mainly plasma cells. طيب تعالوا نعيد السلايد دي بسرعه. الدايجنوز بتاعي ايه؟ mammary duct ecthesia. اول حاجه dissection in breast show preserved lobular architecture، ادي اول حاجه ان اللوبيولار اركيتكتشر بتاعي موجود. تاني حاجه هتكلم عن الضغط، الضغط هقول انها irregularly dilated، تمام. بعد كده هتكلم عن الستروما هقول انها فيها chronic non inflammatory cells mainly plasma cells، تمام. دي السلايد بتاع الضغط اكتيزيا بتاعت السكشن، تمام. زي ما احنا شايفين هنا الضغط اهي irregularly dilated. طبعا هو الكرونيك انفلاماتوري سيلز مش واضحه قوي، ولكن تكون مثلا واضحه شويه هنا. وبرده الدكت دي هيت الريجولر دايليتد. طيب يبقى الدكت كتيزي العلامه المميزه فيها ان الدكت بتاعتي الريجولري دايليتد، تمام. دايجنوز دكت كتيزي اللي هو ماماري دكت كتيزي. خامس سلايد واخر سلايد معانا ان شاء الله في الفيديو ده، اللي هي الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. طيب اول حاجه انا هتكلم عن ثلاث عناوين، هتكلم عن اللوبيول، هتكلم هشوف فيها ايه، هتكلم بعد كده عن الضغط، بعد كده هتكلم عن الاستروما، تمام. يبقى انا هتكلم عن اللوبيول، هتكلم بعد كده عن الضغط، بعد كده هتكلم عن ايه، هتكلم عن الاستروما اهي، تمام. طيب اول حاجه اللوبيول هشوف فيها ايه بقى، هشوف فيها كلمتين مهمين قوي، لوبيولار ادينوزس وابيثيليوزس. طيب ادينو يعني ابيثيليوم، اوزس يعني الزياده في النمبر. طيب تعال نبص كده، بيقول لك انكريز ان النمبر بتاع الضغط والاساينال، اي حاجه فيها ابيثيليوم بقى اللي هي الايه، الضغط والاساينال. طيب وابيثيليوزس لا، ده دي بقى اللي هو الانكريز ان الابيثيليوم. طيب بيقول لك حصل ايه، بروليفريشن للايننج ابيثيليال سيلز، تمام، بتاعه الضغط طبعا والاساينال. طيب يبقى اول حاجه دي الايه، اللوبيول هشوف فيها كلمه ادينوزس وابيثيليوزس، تمام. ادينو يعني ايه، ضغط او اساينال، تمام. طيب وابيثيليوزس يعني ابيثيليوم، واوزس دي يعني زياده، زي مثلا ما بنقول كده فايبروزس بيبقى فيها ايه، فايبرس تيشو كتير، تمام. طيب الابيثيليوزس قلنا معناها بروليفريشن لللايننج ابيثيليوم، بيقول لك لدرجه ان هو هيعمل شكل من ثلاثه، تمام، يا اما يعمل مالتيبل لايرز، يا اما يعمل بابيلاري فورميشن، او ممكن يقول لك يروح قافل الضغط خالص ويعمل لك حاجه اسمها سوليد ضغط، يعني الضغط اليومن بتاعها كله يبقى ابيثيليوم كتر البروليفريشن، تمام. طيب بيقول لك بعد الضغط زي ما احنا شايفين، يعني مثلا او ممكن تكون دي او دي، تمام، بيقول لك ايه، هتبقى سيستيكالي دايليتد زي دي مثلا او دي، يعني هيبقى فيها سكريشن، تمام. وبيقول لك ايه، بتبقى لايند بي ميتابلاستيك ابوكراين ايه سيلز. طيب ميتابلاستيك ابوكراين سيلز ده نوع من السيلز بيبقى موجود جوه الايه، جوه الابيثيليوم بتاعنا، تمام. طيب وبيبقى فيه ميتابلاستيك تشينجز. طيب يبقى هو دوت الايه، الميتابلاستيك ابوكراين سيلز. طيب بعد كده الاستروما بتاعتي فيها ايه، الاستروما بتاعتي هيبقى فيها حاجتين مهمين قوي، انها هيبقى فيها فايبروزس او فايبرس تيشو كتير،
سوري فايبرس تيشو، وفيها كرونيك نون انفلاماتوري سيلز اللي هم الليمفوسايت والبلازما سيلز. طيب الدايجنوز بتاعي ايه؟ فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. طيب تعالوا نقول السلايد بسرعه كده. ده سيكشن في البريست. اتكلم تمام يا دكاتره. هنعيد السلايد تاني بسرعه. قلنا سيكشن ان البريست. اتكلم بعد كده عن ثلاث عناوين. اتكلم عن اللوبيول هشوف فيها ايه، اتكلم عن الضغط، وهتكلم عن الاستروم. طيب اللوبيول هشوف فيها ايه؟ لوبيولر ادينوزس وابيثيليوز. وقلنا ادينوزس يعني زياده في الضغط وزياده في الايه، في الاساينال. بعد كده ابيثيليوزس يعني هيبقى فيه بروليفريشن للايه، لايننج ابيثيليوم بتاع الاساينال والضغط ده، لدرجه ان هو يعمل لك شكل من ثلاثه. تمام، يا اما يعمل لك مالتيبل لايرز بابيلاري فورميشن، او يقفل الضغط خالص ويخليها ايه، سوليد ضغطس. بعد كده قلنا الضغطس دي برضو ممكن يبقى فيها ايه، قال لك يبقى تبقى سيستيكالي دايليت. دي تالت حاجه عن هنتكلم فيها عن الضغط. طيب بعد كده بيقول لك الضغطس، او سوري معلش، دي اول حاجه هنتكلم فيها عن الضغطس، ان الضغطس هتبقى سيستيكالي دايليتد. بعد كده قلنا ان الضغطس برضو هتبقى لايند بنوع كده معين من الابيثيليوم اسمه ابوكراين سيلز، وفي ميتابليزيا. تمام، بيبقى موجود مع الايه، مع الابيثيليوم بتاع الضغط. طيب بعد كده قلنا الاستروما فيها حاجتين مميزين، الفايبرس تيشو والكرونيك نون سبيسيفيك انفلاماتوري سيلز اللي هم الليمفوسايت والبلازما سيلز. دايجنوز بتاعي ايه؟ فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. دي شكل السلايد بتاعه الفايبروسيستيك ديزيز. طيب اول حاجه زي ما احنا شايفين ادي الضغط اهو، تمام، في زياده في النمبر، وادي الاساينايه بتاعتي كترت في النمبر اهي. تمام، اول حاجه والضغط اهوت زادت في النمبر، ملاحظين جدا الفايبرس تيشو اللي موجود هنا اهو، والكرونيك انفلاماتوري سيلز مش واضحه قوي، ولكن اكتر حاجه واضحه اللي هي زياده الاساينايه واضحه قوي. ادي الاساينايه اهي، تمام، والضغط بتاعتي اهي برضو زياده، في زياده في النمبر. يعني دي الحاجه المميزه اكتر حاجه، ان هيبقى في زياده في الاساينال والزياده في الضغط والفايبرس تيشو الواضح قوي هنا في الاستروما ده. تمام، دي صوره تانية لنفس السلايد بس يعني في منطقه تانية برضو اللي احنا ملاحظينه زي ما احنا شايفين. ادي زياده في الاساينال واضحه قوي، الزياده في الاساينال، وادي عندي اللي هو الدايليتد سيست، دايليتد سوري ضغط. تمام، وبرده الاساينايه اهي، والفايبروس تيشو واضح قوي. تمام، يعني دي اهم ثلاث علامات في شريحه الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. تمام، الدايجنوز بتاعي ايه؟ فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست اوف ذا فيميل بريست. تمام، هنرجع ان شاء الله سلايدات البريست سوا مع بعض، ولكن حبيت انبهكم ان دي هتبقى قطعات غير القطعات اللي احنا شرحناها قبلهم. يعني السلايدات اللي قبلهم دول اشكال ودول شكل تاني، نفس الايه، نفس الشريحه بتاعتي. يعني مثلا عندي الكرونيك بريست ابسس ده برده شكل ليها اهو، واضح هنا قوي الكافيتي بتاعنا، واضح قوي السيلولر ديبريس جوه اهو، والفايبرس وول، وهو مش واضح قوي الانفلاماتوري سيلز، لكن واضح الفايبرس وول، وواضح ايه اللي هو السيلولر ديبريس جواه. تمام، دي اللي هي شريحه الكرونيك بريست ابسس. طيب دي برضو صورة تانية لنفس الشريحة، برضو فيها هنا ادي الابسس ورا اهو. تمام، ده السيلولر ديبريس بتاعنا والفايبرس وول حواليه، وفي اللي هو الايه، الانفلاماتوري سيلز موجودة هنا. تمام، دي صورة الشريحة كلها على بعضها اهي، وادي الابسس بتاعنا هنا اهو. تمام، طيب دي الكرونيك بريست ابسس، الدايجنوز بتاعنا ايه؟ كرونيك بريست ابسس. دي تاني سلايد معانا من سلايدات البريست اللي هي الجاينيكوماستيا. قلنا احنا بنعلم الشريحه دي ان انا هلاقي ضغط صغير، الضغط الصغيرين خالص والريجولاري ديستريبيوتد، وفي فايبرس تيشو ستروما جامده جدا اهي، يعني واضحه قوي. تمام، ده برضو الايه، الضغط الريجولار هنا برضو نفس الصوره، ولكن يعني ايه، هي الصوره هنا باهته شويه، وادي الفايبرس تيشو. تمام، دي برضو منظر تاني نفس الكلام، ادي الضغط بتاعتي اهي الريجولاري ديستريبيوتد وعددهم قليل خالص، وادي الفايبرس تيشو كتير جدا هنا اهو. تمام، طيب يبقى دي العلامتين المميزه، ان انا هلاقي ريجولار ديستريبيوتد ضغط وفايبرس تيشو كتير جدا. تمام، الدايجنوز بتاعي ايه؟ جاينيكوماستيا.
تمام، دي تالت سلايد معانا، الماماري دكت اكتيزيا. قلنا ان انا هلاقي الدكت بتاعتي irregularly dilated وفي inflammatory cells كتير في الايه، في الاستروما بتاعتي. تمام، دايجنوز ماماري دكت اكتيزيا، العلامتين المميزين irregularly dilated دكت وهلاقي chronic inflammatory cells كتير موجودين فين، في الاستروما. اخر سلايد معانا من سلايدات البريست للفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. تمام، طيب احنا قلنا المميز عندي الادينوزس يعني زياده الاسايناي والضغط اهي سيستيكالي دايليتد. تمام، بس اهم حاجه اللي هو الايه، الادينوزس اهو اللي هو الانكريز في النمبر بتاع الاسايناي، واضحه قوي ويعني مميزه جدا للشريحه. تمام، طيب كمان هنلاقي الاستروما فايبرس زي ما احنا شايفين كده. هنا في تلات علامات مميزه، اول حاجه الادينوزس زياده الاسايناي والضغط، الضغط تبقى سيستيكالي دايليتد اهي، والفايبرس ايه، الفايبرس تيشو ستروما. تمام، دايجنوز فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. طيب دي برضو منظر تاني واضح برضو في الادينوزس قوي، زياده في الاسايناي اهي واضحه جدا، كل الكتل البنفسجيه دي اسايناي. تمام، وادي الضغط بتاعتي برضو فيها زياده في النمبر، والفايبرس تيشو ستروما حمرا جدا خالص اهي، يعني معناها انها ريتش بالايه، بالفايبرس تيشو. تمام، دي برضو نفس الصوره، يعني نفس الصوره برضو. طيب ايه الدايجنوز بتاعي، فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. تمام، تمام، دي اخر حاجه معانا ان شاء الله في الفيديو ده، اللي هي البريست سلايد نوتس، شويه نوتس كده هنحطها على الايه، البريست سلايد. طيب اول حاجه اي شريحه بريست انت تعرفها من الفات بتاعها. تمام، يعني زي ما احنا كنا شايفين كده في بعض السلايدز كان بيبقى في الجنب كده كان في بيبقى فات تيشو كده، ده اللي هتعرف منه ان الشريحه بتاعتك دي شريحه بريست. تمام، طيب بعد كده عايزين نحط العلامات المميزه لكل سلايد بتاعت ايه، لكل سلايد يعني من سلايدات البريست. طيب اول واحده اللي هي الكرونيك بريست ابسس، دي انا اهم علامه فيها ان يبقى فيها كافيتي، الكافيتي هيبقى زي كده بالظبط، ادي السيلولر ديبريس جوه وادي الفايبرس وول، والنقط دي انا عاملاها معناها ايه، عشان ما تنسوش ان هو الكرونيك انفلاماتوري سيلز بره. تمام، طيب بعد كده السلايد الثانيه اللي هي الجاينيكوماستيا، اعرف فيها ان الضغط irregularly distributed يعني مش موجودين بشكل منتظم، وتاني حاجه ان الاستروما هي تبقى ريتش بالفايبرس كونكتيف تيشو. تمام، يبقى ديت ايه، هتبقى irregular distribution للضغط والفايبرس تيشو، دول العلامتين المميزين في الجاينيكوماستيا. تمام، و الفايبرس تيشو طبعا عشان الدكتس هتبقى صغيره فهيبان اكتر من ايه، الدكت زي ما احنا شايفين هنا الفايبرس تيشو هنا اهو اكتر من الايه، اكتر من الدكت. تمام، طيب بعد كده شريحه الماماري دكت اكتيزيا، دي هشوف فيها دكت irregular dilated. تمام، irregular dilated، طيب يبقى irregularly dilated دكت اول حاجه، وهلاقي inflammatory cells موجودين ايه، في الاستروم. تمام، يبقى الضغط اكتيزيا هلاقي irregularly dilated duct وهلاقي شويه ايه، inflammatory cells. تمام، اخر سلايد معانا ان شاء الله اللي هي الفايبروسيستيك ديزيز، المميز اللي فيها الادينوزس يعني انكريز النمبر اوف الاسايناي والنمبر اوف الضغط، والضغط زي ما احنا شايفين سيستيكالي dilated، وهنلاقي فايبروس استروما، الاستروما بتاعتها حمراء قوي قوي قوي. طيب هو ممكن السلايدين نلخبطهم مع بعض شويه، اللي هي الفايبروسيستيك ديزيز والجاينيكوماستيا، ولكن مش هيتلخبطوا خالص. ليه؟ قلنا ان الجاينيكوماستيا هما هتبقى احجامهم صغيره وايريجولاري ديستريبيوتد وفي فايبروس تيشو كتير جدا، ولكن الفايبروسيستيك ديزيز لا، ده انا هلاقي عندي عدد كبير جدا من الاسايناي اللي هو الادينوزس، وهلاقي عندي الضغط بتبقى كبيره وزياده في النمبر وسيستيكالي دايليتد كمان، والفايبروس تيشو بتاعها هو احمر بس مش هيبقى كتير زي هنا. تمام، طيب كده يبقى خلصنا ان شاء الله الخمسة سلايد بتوعنا، وتمام.